كيف ستكون أشكالنا وهيئتنا في الجنة؟ سلام الله عليكم متابعينا. إن الجنة هي دار الجزاء التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين المؤمنين، حيث السعادة والصفاء الذي لا يعكره شيء. فيوجد في الجنة درجات تصل إلى 100 درجة. أما الاختلاف بين هذه الدرجات فإنه كالذي بين السماوات والأرض، وأعلى هذه الدرجات الفردوس الأعلى. رزقنا الله وإياكم الفردوس الأعلى. لكن هل تعلم عزيزي المشاهد ماذا سيحدث لنا في الجنة؟ وكيف نكون من أهلها؟ وما هي أعمار أهل الجنة وأشكالهم وأجسادهم وصورهم؟ في هذا الفيديو سنتعرف على كل هذه الإجابات. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. يحشر الناس يوم القيامة بنفس الهيئة والصورة والجسم والصفات التي كانوا عليها في الدنيا، ويسمى ذلك بالمعاد الجثماني. ولكن كيف ستصبح أشكالهم في الجنة؟ تتغير أشكال المؤمنين في الجنة لتزداد جمالا وحسنا، وخاصة يوم الجمعة، وتستمر الزيادة في الجمال والحسن إلى ما لا نهاية. فأهل الجنة يكونون على أجمل هيئة ويزدادون على مر الأيام حسنا وجمالا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتجثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم يزدادون حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فأهل الجنة سيكونون على جمال وحسن نبي الله يوسف عليه السلام، كما في حديث المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما إلا بعث ابن 33 سنة. فإن كان من أهل الجنة كان على نسخة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب. إن المؤمن إذا كان في الدنيا لديه عاهة أو عيب، يرفع الله تعالى عنه ذلك العيب والنقص، ثم يدخله الجنة صحيحا سالما. لذلك ورد في أهل الجنة أن أهل الجنة كلهم شباب، وليس فيهم شيوخ أو عجزة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي عجوز من بني عامر، فقال: من هذه العجوز؟ فقلت: من خالاتي. فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. أما عن صفاتهم التي في الدنيا فتتغير، فلا يحتاجون إلى إخراج بول أو مخاط ولا تنغيص للعيش. ومن الصفات الجسدية التي يكون عليها أهل الجنة أنهم يكونون جردا مردا مكحلين، أي لا تغطي وجوههم وأجسادهم الشعر. عيونهم مكحلة، أي يعلوها الكحل الذي يزينها ويزيدها جمالا. وأعمارنا في الجنة 30 أو 33 عاما، ولا نكبر عن ذلك. وطولنا في الجنة سيكون 60 ذراعا، كطول نبي الله آدم عليه السلام، والذراع يساوي 64 سنتيمترا. وفي الجنة يدوم الفرح الدائم لأهلها، فلا هم ولا غم ولا حزن. يجلس أهل الجنة على أرائك متكئين في قصور تجري من تحتها الأنهار التي تنبع من الفردوس الأعلى، كما أن الجنة بها كل ما تشتهيه الأنفس من الطعام والشراب، فيأكل منها المؤمن قدر ما يريد. ولكن كيف سيكون شكل النساء في الجنة؟ فالنساء وصفهن الله في القرآن الكريم بالحور العين، كأنهن الياقوت والمرجان، كأمثال اللؤلؤ المكنون. ومعناه أنهم جميلات ناعمات، أعطاهن الله شبابا دائما وجمالا لم تراه عينا من قبل، وعلى رؤوسهن تيجانا وثيابهم من حرير. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. رزقنا الله وإياكم أعزائي المشاهدين الجنة، وجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. إلى هنا قد وصفنا لكم كيف ستكون هيئتنا وأشكالنا في الجنة. لذلك لا تنسوا الإعجاب بالفيديو دعما لنا والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.